عسلامة، مرحبا بيكم في كوجينة هنداتي. الوصفة نتاع اليوم مدبل بالبتنجان. حضرت 500 غرام لحم بقري، هذه لحمة الضلعة، راهو يجينا بنين برشا المدبل بلحمة الضلعة. وحضرت شوية بتنجان، البتنجان ماذا بينا ناخذوها هكايا تكون متوسطة مش شكل البتنجان الكبيرة. وحضرت شوية بصل، هذه لوبيا باش نفصصها، كان ما عندناش لوبيا نجمو نحطو حمص منفخ. عندنا زيت زيتونة، خل، هذا زيت للقليان باش نقلي فيه البتنجان. حضرت شوية طماطم، سمعتهم كعبات طماطم هذوما وقشرتهم مع طماطم الكعبة، أنا باش نحط شوية طماطم معجونة. وهذا لفاح باش نفوح به المدربل. عندنا كركم، فلفل أكحل، تابل، هريسة، ملح، هذا ثوم مقصوص، هذا كعبة بصل قصيتها جويدة باش نحطها في التقلية. وحضرت كعبتين عظم وشوية فارينة. توا باش نفوح هكا الطريفات نتاع اللحم ونركب الفطور يطيب ونفصص هكا اللوبيا. نحط شوية ملح، شوية تابل، شوية فلفل أكحل، شوية كركم، عندي الثوم، هذا الثوم المقصوص، نحط شوية هريسة، اللي يحب يحط فلفل ملح راهو ينجم يحط فلفل ملح، باش نصب شوية ماء باش نحلك الهريسة وكل التفاح. نخلط هكا التريفات نتاع اللحم، هاني كملت فوحتهم. نحط اكل بصل المقصوص، نحط الزيت مقدار نتاع 8 مغارف زيت، نخلط. وتوا باش نخليهم هكا التريفات نتاع اللحم يشربوا الملح والفاح 10 دقائق. اللحم شربك الملح والفاح، عنده 10 دقائق ملي فوحته. وتوا هاني باش نركب الفطور، نحطه يطيب. نحط الطماطم اللي سمطتها وقشرتها رفستها بالفرشيطة، باش نحط مغرفة طماطم معجونة. نخلط هاكا الطماطم اللي حطيتها ونخليهم هاكا التريفات نتاع اللحم يتقلاو على نار واطية. الصلصة تقليت، توا باش نصب لها شوية ماء. نحركها ونغطيها ونخليها حتى يطيب كل اللحم نص طياب. وتوا باش نقص كل بصل ونفصص اللوبيا. اللحم بدا يطيب، توا باش نرمي البصل. البصل وقت اللي نرميوه تكون الصلصة هكايا عاقدة، ما تكونش فيها برشا ماء. البصل نقصوه كيما توا هكايا قصيتو، نقصوه خشين شوية كيما هكايا القصان نتاعو يكون. توا باش نرميه، نحرك وتوا نخليها كل بصل حتى يذبل شوية، نخليوها 10 دقائق. البصل ذبلت وعنده 10 دقائق. توا باش نرمي اللوبيا، هي اللوبيا اللي فصصتها. نصب شوية ماء، نخلط وتوا نغطيها النحاسة ونخليها كاللوبيا تغلي حتى تطيب.
البتنجان هاني كملت قصيت هاتا وش نحصل عليها عصير قارص باش ما تكحالش ونخلط وبعد ما عصرت عليها القارص توا باش نفوحها باش نحط لها شويه ملح شويه فلفل اكحل ونخلط هاني كملت فوحتها توا باش نلفها في العظم والفرينه ونقليها نركض كعبتين عظم نصب الزيت في البقله ونستنى حتى يسخن وبعد نقلي البتنجيل الزيت سخن توا باش نلفك البتنجيل في الفرينه البتنجيل انا خليتها بقشرتها اللي يحب ينحيلها قشرتها راه ينجم اما من المستحسن نخليوها بقشرتها خير هكا بعد ما نحطوها في الفرينه نلفوها في العظم ونقليوها تعبيت نتاع البتنجيل تقليو هذوما باش نطلعهم وتوا باش نكمل نقلي بقية البتنجيل تقليت وهاني توا باش نطلعها البتنجيل هاني كمل تقليتها توا نستنى طيبك اللوبيا وباش نرميها في وسط الصلصة اللوبيا قريبة طيب هاني حطيت شوية ملح وفلفل أكحل وخلطتهم في بعضهم وتوا باش نملح أكل جرينات متاع الفلفل اللوبيا طابت توا باش نرمي اكل جرينات متاع الفلفل عندي البتنجيل باش نرمي شطرها في وسط الصلصه وشطرها باش نخليه نزين به في الصحن البتنجيل هاني كملت حطيتها في وسط الصلصة توا باش نحط شوية خل مقدار متاع مغرفتين خل ونحط مغرفتين زيت زيتونة وشوية فلفل أكحل ونغطيها ونخليها تغلي حتى يطيبك الفلفل نخليوها 3 دقائق مدربة البتنجيل طاب وهاني توا باش نطفي عليه ونهبيه في الصحن
مدربه البتنجيل هاني كملت عبيته توا باش نحط له بقيتك البتنجيل اللي قليتها. وفطورنا طاب وحضر وهاني كملت عبيته ومدربه للبتنجيل راني ذقته راهو جاي بنين بنين برشا ما تتصوروش البنه اللي في هالفطور هذايا. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. بالسلامه وشاهيه طيبه.